النهاردة بقى أنا حابب إن أنا أشتغل على سكتشات لوضعيات الجسم اللي كنا اتكلمنا فيها قبل كده في فيديو مستقل. هسيب لك طبعا اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. ممكن نستخدم مثلا شوية ألوان مية، ممكن نستخدم يعني لو استخدمنا أي حاجة هسيب لك الفيديو الأصلي بتاعها في الديسكريبشن تحت، بحيث إن أنت تبص عليه برضو لو أنت محتاج مثلا شرح مفصل أو كده. مهم أوي ان انت تفضل تشتغل سكتشات كتير، لان ده بيقربك من المستوى اللي انت عاوز توصله. كل مرة بتحاول فيه كل ما بتحس ان انت بتكتشف حاجة معينة وبتبتدي تشتغل على نفسك فيها وبتبتدي تطور نفسك فيها. فطبعا دي حاجة يعني مينفعش ان احنا يعني حاجة نغفلها. يعني اتكلمنا في الموضوع ده كتير ونأكد تاني، لان في ناس برضو بتسأل اعمل ايه علشان ابقى في مستوى كذا، اعمل ايه عشان ابقى اوصل لمستوى كذا. هو مفيش حل سحري، يعني هو مفيش غير انك تمارس كتير، ان انت تشتغل كتير، ان انت كل مرة تشتغل. وعلى فكرة في حاجات برضو قلنا الكلام ده برضو كتير جدا، ان انت ممكن تكون بتشتغل كتير ووصلت لمستوى معين، بعد كده وانت بتشتغل سكتشات بعد كده تلاقيها برضو وقعت منك، فبتبتدي ان انت تشتغل تاني بحيث انها ايه، ان انت تظبط نفسك فيها تاني. فده امر طبيعي، يعني ده امر ما يخليناش ان احنا نيأس، ولا يخلينا بقى ان احنا نقول لا انا كنت كويس وبعدين رجعت تاني. لا، كتير قوي بيحصل، يعني حتى مع فنانين كبار تلاقيه الدنيا معاه مظبطه خالص، يجي في مره يشتغل وواثق في نفسه تماما، فجأة بيلاقي نفسه لا يعني ايه ده اللي انا بعمله ده، وابتدي ان هو يشتغل تاني. يعني فده حاجه طبيعيه، يعني ما تدقش فيها ولا ان انت تقعد تشيل همها وتخليك ترجع لورا. يعني احنا بنصدق نطلع خطوة لقدام، بلاش نرجع بقى لورا. هنا هحاول اعمل حركة مثلا زي مثلا حارس مرمى واقف وواحد بيجري عليه بالكرة. تمام، انا هنا بقى ايه، بحاول ان انا اطبق اللي اتكلمنا فيه في الفيديوهات كلها اللي فاتت، مش بطبق حاجة معينة، مش بطبق وضع معين. انا ايه، بشوف انا ممكن اتصرف ازاي في رسم وضع جسم الانسان، وانت يعني شوف الطريقة اللي تريحك، لكن أنا مش بفرض عليك تكنيك معين. يعني في السكتش اللي فات أنا حاولت إن أنا أبني الكاركتر زي ما قلنا قبل كده، كأنك بتتخيل الهيكل العظمي. دلوقتي أنا إيه، بتعامل مع اللي هي كتلة فوق وببني عليها الرجلين والإيدين بس. تمام، طبعا لو تفتكر الدايرة اللي في النص دي اللي هي وسط اللعيب، دي اللي بتقدر تحرك منها الرجلين. الدوائر طبعا اللي في دراعه وفي رجله، دي مثلا دي اللي في دراعه دي الكوع، اللي في رجله دي الركبة، بحيث ان انت تظبط تنيات رجله. وهبني الشخصية بالقلم الأسود. القلم الأسود ده قلم تحبير يوني بن، عشان بس الناس بتسأل كتير. ده يونيبن، يعني مش هيفرق ان انت تشتغل بايه، المهم ان انت تشتغل. بالنسبة للقلم الرصاص اللي الناس كتير قوي بتتكلم فيه وبتسأل فيه كتير جدا، انا بفضل فيبري كاسل، لكن اللي انا اشتغلت بيه دلوقتي ده نوع اللي هو كنت شاريه قبل كده، نوع تركي كده مش عارف اسمه ايه، بس المهم يعني اسمه بريما باين او بريم حاجة زي كده. المجالات الرياضية هي اللي بيبان فيها أول الحركات، أو إن أنت إزاي توظف حركة، تعمل مثلا حركة معقدة وتحاول إن أنت تشتغل عليها. بعمل الجون أو المرمى، يعني هبتدي بقى إن أنا إيه، أمسح الرصاص عشان ألون.
هنا بقى بجرب ان انا اشتغل بالوان الميه، بقى لي كتير قوي ما جربتهاش، فحاول امشي ايدي كده معاك. فمعلش بقى لو في حاجات مش مظبوطه يعني. متعة برضو الشغل بالألوان المياه على فكرة. لو عايز أغمق شوية بستنى اللون اللي أنا عملته في الأول يكون نشف. بس أنا هنا بشتغل على ورق عادي على فكرة، مش ورق كانسون، فتلاقي المياه عارف ايه، مكلكعة كده. بجيب فرشة تانية تكون عريضة شوية. طبعا الفرش دي مقاسات، يعني في مقاس 1 2 3. الفرشة الكبيرة دي مقاس 10 اللي انا بشتغل بيها دي. بحاول اظبط لون البشرة كده باظ مني، فحاول ان انا بقى اخف التقيل ده بمية بس، اجيب مية بس واحاول ان انا اشتغل بيه. إيه، خلصنا موضوع الكورة. إيه، في حاجة برضو ايه يعني هنراجع فيها الاكشن والانفعالات والوضع الجسم وكده. في واحد مثلا بيشيل حديد ومش قادر يشيله، فلو تفتكر ان احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الانفعالات، ان انت ازاي حد مثلا بيبذل مجهود، الرياكشن بتاع وشه عامل ازاي عشان يبين ان هو مش قادر يشيل او مش قادر يعمل حاجة. بيجز على اسنانه، تمام، ملامح وشه، التجاعيد بتاعت وشه. طبعا هنا وضع الجسم على قد ما انا افتكرته. طبعا المفروض ان احنا اتكلمنا قبل كده ان انت لما تيجي ترسم وضع جسم معين بتشوف وضعه الحقيقي ايه، يعني مثلا لو هي رياضة معينة بتشوف ده وضع صح ولا لا. فانا عشان بس الناس اللعيبة اللي معانا ما يقولوش ده وضع غلط، يعني احنا ايه بس بنتمرن على ان انا ازاي ابني الجسم يكون اخد الوضعية دي. تمام، هو فارد ظهره اهو متهيألي صح كده، يعني المفروض ان هو بيشيل، اللي بيشيل حديد بيفرد ظهره وهو بيجيب الوزن من تحت، صح كده ولا ايه؟ قد بقى شوية التاتشات اللي بتقول ان ايه الدنيا تقيلة. وطبعا ايه، لزقة الحديدة في الارض او اللي هي الطارة بتاعت الحديد دي في الارض بتبين ان هو بيبذل مجهود جامد جدا ومش قادر حتى يحركها، ورجله بتبقى كلها لازقه في الارض كلها، مش كعبه مرفوع، لان في ناس كتير قوي بتعمل الحركه دي. لا انا عايز ابين ان هو بيبذل كل طاقته علشان يطلع الوزن ده فمش طالع معاه. بحبر برضو علشان همسح الرصاص ده. بفكر ان انا احبر الحديد ده بقلم تخين، لان كده كده هعمله لون اسود. يعني احنا لزقت رجله في الارض بكعبه وبكل حاجه. همسح بقى الرصاص والكلام ده علشان نشوف ايه اللي انا محبرتوش لسه، او عشان ابدا الون يعني. ده لون برضو بالوان الميه، هو لسه الدنيا معايا مش مظبوطة قوي فيها، بس يعني ها يعني انت عارف بالتمرين الكتير كل حاجة بتظبط يعني ان شاء الله. وعادي يعني لما بحس ان انا ايه عارف متاخد من حاجة كده وخايف من حاجة بقى عادي، يعني ولا في دماغي انها تطلع مظبوطة اصلا، يعني مش مشكلة. بلون التيشيرت تخيله احمر، الثلاث خطوط اللي في الكتف دول يعني عشان اديله
يعني عارف يبقى شكل رياضي كده، تيشيرتات اديداس اللي هي 3 خطوط اللي في الكتف دي. عملت الشورت اخضر ومعرفش انا عملت اخضر ليه. تمام، هنا بقى يعني ايه بدأت تظبط شوية معايا البشرة عن السكتش الاولاني، يعني طول ما انت بتجرب بتلاقي الدنيا بتظبط شوية. تمام، غمقت مني شوية في الرقبة، فبحاول اخد منه واوزع على بقية البشرة. بس مهم قوي تجاعيد الوش او تقسيمات الوش. الشعر بديله لون اسود خفيف عشان بعد كده هتقل عليه بالاسود الغامق. يعني كنتش عملته احمر. تمام، ببتدي اوزع بالميه الحتت اللي هي الغامقه. ده لون خشب بعمل بيه الارضيه عادي، بجرب يعني. بظلل الاسنان بالرصاص لان عايز اديها اللون الرصاصي. بعيد تاني بلون احمر اغمق شويه علشان ادي يعني ايه، يعني كنت ناوي يعني ادي اللي هي التقسيمات بتاعت التيشيرت. لكن انا مثلا اضطر اللي هناك وبغمق بقى الشعر. حاسس ان تحت المناخير محتاج يغمق شويه، وبوزع بقى الغمق ده على بقية الوش. هسيب لك كل الكلام ده في الديسكريبشن تحت، بقى شوف الفيديوهات اللي فيه وجرب كتير.